أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين أن الحكومة التركية قد تنظم استفتاء على تعديل الدستور لتطبيق نظام يمنح رئيس الجمهورية سلطات تنفيذية. وقال المتحدث أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراء محادثات بهذا الشأن، والمقصود طبعا المزيد من الصلاحيات التنفيذية. ويأتي تصريح كالين بعد مضي 3 أيام على حصول حزب العدالة والتنمية الحاكم على الأغلبية البرلمانية في انتخابات عامة، لأن الحزب الحاكم ما زال يحتاج ل14 مقعدا إضافيا حتى يتمكن من إقرار قانون لتنظيم الاستفتاء. ومعنا أو من إسطنبول ينضم إلينا مباشرة مراسلنا عدنان الظاهر. عدنان، أي من الأحزاب مستعد لمنح الحزب الحاكم المقاعد اللازمة لإجراء هذا الاستفتاء؟ في الحقيقة خالد، المشهد السياسي هنا في تركيا فيما يخص بتعديل الدستور ما زال غامضا حتى الآن. حزب العدالة والتنمية لا يستطيع بالمقاعد التي حصل عليها خلال الانتخابات الماضية من طرح موضوع الدستور للتصويت في البرلمان، لذلك هو بحاجة الآن ربما لدعم من بعض الأحزاب. الآن هناك حديث في الشارع التركي يقول أن هناك ربما يكون هناك انشقاقات من داخل حزب الحركة القومية اليميني وانضمام بعض الأعضاء من هذه الحركة إلى حزب العدالة والتنمية، وبالتالي ربما نكون أمام سيناريو جديد حيث ربما تزيد عدد المقاعد في حزب العدالة والتنمية، وبالتالي بإمكانه طرح هذا الدستور للتصويت داخل البرلمان. لكن هناك الآن معارضة شديدة من قبل الأحزاب السياسية التركية لموضوع تعديل الدستور في تركيا، لا سيما من قبل حزب الشعب الجمهوري وأيضا من قبل حزب الشعوب الديمقراطي، حيث أنهم يتخوفون من أن تعديل الدستور سيؤدي إلى منح صلاحيات كبيرة لرئيس الجمهورية، وبالتالي فإن البلاد بحسب رأيهم ربما تتحول إلى نظام يسمونهم بالنظام الدكتاتوري، حيث أن الرئيس رجب طيب أردوغان يسعى من خلال تعديل الدستور الحصول على صلاحيات واسعة. ربما الآن منصب رئيس الجمهورية في تركيا هو منصب شرفي لا يتمتع بصلاحيات كبيرة، لذلك الرئيس التركي ومنذ توليه زمام الرئاسة في البلاد وهو يسعى إلى تعديل الدستور والحصول على صلاحيات أوسع. خلال الانتخابات الماضية في حزيران يونيو الماضي، حزب العدالة والتنمية كان من أهم برامجها الانتخابية هي طرح تعديل الدستور، لكن ذلك ربما قوبل برفض شديد من قبل شريحة واسعة بالشارع التركي، وذلك ربما أدى إلى خسارته لبعض المقاعد خلال الانتخابات الماضية. لكن ما شاهدناه خلال الحملة الانتخابية السابقة خالفت البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية، حيث أنه لم يركز خلال حملته على موضوع تعديل الدستور، وبالتالي ربما هذا أدى إلى تمكنه من الحصول على أغلبية برلمانية. لكن الآن اليوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخلال خطاب له أيضا عاد وطرح هذا الموضوع مرة أخرى وقال إن تركيا بحاجة ماسة إلى تعديل الدستور، حيث أن البلاد الآن تسير على دستور عام 1980 وهو دستور جاء به الرئيس الأسبق لتركيا كنعان إيفارين، وهو جاء إلى السلطة في تلك الأيام من خلال انقلاب عسكري. شكرا لمراسلنا عدنان الظاهر، كنت معنا من إسطنبول.